اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نروح على مقر النادي الاهلي في الجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه نورهان طمان اللي هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. نورهان صباح الفل عليك، اتفضلي. وهلا بعد غيبه يا نورهان، صباح الهنا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل، صباح الفل يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي زي ما عودناكم في الجزيرة، نطلعكم على أخبار النادي وكل أخبار الفرق النادي المختلفة في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما تعودنا. العاملين يعني بيستقبلوا الأعضاء هنا طبعا بصورة كبيرة جدا، والعدد الحقيقة التواجد كان كبير جدا في الساعات الأولى من صباح اليوم لأعضاء النادي في مقر هنا بالجزيرة. أما بقى طبعا عن أو نروح لأخبار الفريق الأول لكرة القدم، فطبعا إحنا في توقف وفي أجازة وفي راحة، ولكن مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم طلب تقرير كامل وشامل عن جميع اللاعبين في فترة توقف الدوري، وطبعا للوقوف على حالة جميع اللاعبين سواء فنيا أو بدنيا. مستر مارسيل كولر كمان هيعود خلال الأيام المقبلة للتدريبات طبعا أو لقيادة تدريبات الفريق بعد قضاء اجازته في سويسرا، ومن المفترض ان شاء الله يعود مستر مارسيل كولر يوم الاحد المقبل، لان التدريبات هتعود مره اخرى يوم الاثنين المقبل بشكل منتظم للفريق والتدريبات الجماعيه. كمان خلينا اقول لكم ان المصابين بيتاهلوا في الايام الحاليه طبعا بصوره كبيره جدا، والثلاثي المصاب على راسهم طبعا علي معلول ورضا سليم وعمرو السوليه، ولكن تحديدا عمرو السوليه اللي بيقترب ان شاء الله من المشاركه في الايام المقبله في التدريبات الجماعيه، بيمارس او بيتم تاهيله بشكل كبير جدا، ونجح طبعا الجهاز الطبي لاعاده تاهيل عمرو السوليه بعد غياب فتره طويله جدا للاصابه. كمان خليني اقول لكم انه طبعا استاد السلام ان شاء الله هيستضيف او لا عفوا استاد السلام يقترب من استضافه مباراه النادي الاهلي ومدياما الغاني اللي مقرر اقامتها ان شاء الله يوم 25 نوفمبر الجاري، وطبعا دي هتكون انطلاقه الفريق في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين على راس المجموعه الرابعه، واللي بتضم كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني ومدياما الغاني. كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا في جميع مبارياته سواء على الصعيد المحلي او القاري. كمان خليني اقول لكم انه مستر مارسيل كولر طبعا طلب تقرير كامل عن مدياما الغاني والفريق اللي ان شاء الله طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا لكم هيواجهه في ضربه البدايه في البطوله الافريقيه، للوقوف على جميع نقاط قوه وضعف الفريق الغاني، وعدم طبعا يعني احنا ما تفاجئش باي حاجه في المباراه، وان احنا طبعا فريق يكون في افضل حال في المباريات القادمه عن ما سبق. بنبارك لسلة النادي الأهلي بعد فوزها على نادي الزمالك أمس 81-66 في مباراة كانت طبعا تشهد حماس كبير جدا من قبل الفريقين، وده طبعا في ربع نهائي مرتبط السلة. خلينا أقول لكم أنه المباراة القادمة هتكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل في على صالة حسن مصطفى إن شاء الله، وطبعا زي ما احنا عارفين رجال السلة توجوا بالسوبر المصري على حساب نادي الزمالك في البحرين. أما رجال اليد فعادوا أمس من المملكة العربية السعودية بعد تحقيق المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزهم على فريق الخليج السعودي، وترأس البعثة السيد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي. سيدات السلة إن شاء الله هيواجهوا سبورتنج غدا في طبعا يعني إياب نهائي مرتبط السيدات. كمان خلينا أقول لكم أنه رجال الطايرة بيستعدوا بصورة كبيرة جدا لبطولة الدوري في الأيام المقبلة، وكمان خلينا أقول لكم أنه قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد هتقام النهاردة إن شاء الله في 7 مساء بحضور نجوم منتخب نجوم المنتخب لكرة اليد، وطبعا احنا عارفين منتخب بيضم العديد من نجوم النادي الاهلي ومسؤول اتحاد الكاف في المباراه في البطوله اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله في يناير المقبل. كمان خليني اقول لكم انه النهارده في 3 عصرا منتخب مصر للشباب هيخوض مباراه هامه امام نظيره الليبي، وزي ما احنا عارفين طبعا منتخب الشباب بيضم العديد من نجوم النادي الاهلي، ودي ضربه البدايه في بطوله شمال افريقيا، وعلى راس لاعبي النادي منتخب مصر اللي انضموا من النادي الاهلي كل من سيد يوسف سيد عبد الحفيظ احمد عبدين وعمر خالد بيبو محمد عبد الله ومحمد زعلوك.
كمان خليني اقول لكم انه منتخب مصر الفريق الاول طبعا او الفريق المنتخب مصر الكبار هيواجه غدا ان شاء الله جيبوتي، وايضا بيضم العديد من نجوم النادي الاهلي، محمد الشناوي على راسهم، محمد الشناوي، رامي ربيعه، محمد هاني، حسين الشحات، والعديد من اللاعبين، مش عايزين ننسى حد. كمان المنتخب الاولمبي بيضم ثلاثه لاعبين، وهم كل من يعني كريم الدبيس وحمزه علاء واحمد نبيل كوكا. نجوم النادي الاهلي متواجدين في كل مكان، واحنا زي ما احنا عارفين بيكون القوام الرئيسي لمنتخب مصر زي ما قلت لكم. كل التوفيق وامنياتنا القلبيه لمنتخب مصر اليوم اللي هيواجه نظيره الليبي، منتخب الشباب بقياده كابتن وائل رياض نجم النادي الاهلي السابق. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا لكم وعوده مره اخرى الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه المتميزه، شكرا ليكي ونورت الدنيا كلها.